ياخد اه ده. اعرف حاجه يا كابتن اسلام، ان حسم الدوري ده مش ماتشات كبيره، ده حسم الدوري ماتشات في الماتشات صغيره الصغيره اللي انت عايز ما تخسرش فيها. ده في حاله واحده، نعم في حاله واحده، يعني انت ده في وصلت حاله لو النادي الاهلي وبيراميدز اتعادلوا. ايوه بالظبط. اه طبعا طبعا. لا اتعادلوا لا يعني مش لو مختلف النادي الاهلي كسب بيراميدز رايح جاي صح، بس خلاص. معلش ما انا ممكن النهارده اخسر بيراميدز 6 نقاط، اه لكن النهارده لا قدر الله، لا قدر الله، زي ما برضو ما افتكر برضو موسم بتاع بيتسو موسيماني موسمين معاه كنا بنكسب الماتشات الكبيره وكنا بنقع في كام تعادل، فبتلاقي نفسك ان صحيح. الماتش الكبير ده انا يعني الاهلي كسب الزمالك 5-3 في اه موسم، الموسم ده ما كانش في الدوري، فاهم قصدي؟ صح. فالقصده برضو في اعاده الماتشات ده بيعرفك انك لازم تهتم بكل المباريات بشكل مهم جدا 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 عشان ما يبقاش في اي سقوط في الماتشات الصغيره او الاستهانه بيها يعني. صح. بس يوم 22 يوليو هيكون بنسبة كبيرة قدرنا نحط يعني الدوري رايح فين. اه طبعا صح. يوم 22 ايوه يوليو صح صح الجاي. صح ليه؟ لأن هيبقى ماتشين الأهلي وبيراميدز لا خلصوا، خلصوا، وهيبقى بيراميدز خلص 30 ماتش من 34، والاهلي هيكون ساعتها باقي والأهلي له هيكون خلص 1 2 3 4 5 6 7 على ال 19 ماتش اللي عنده، هيكون خلص 36 26 26 ماتش، هيبقى لسه له 9 9، لا مش 9 8 8. ضغطة 8، كبيرة جدا هيبقى لسه له الحقيقة 8. للنادي الاهلي في هذه الظروف الصعبة جدا اه جدا، وبعد كده اللعيبه دي اعتقد شهر 9 يعني مش هيستريحوا 10 11 واحد. بس معلش، الجدول ده مريح بيراميدز كتير، الجدول ده فارق كبير عن يعني المنافسة.